السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه بالفرماج، كتجي سهله وزوينه بزاف. غادي نحتاجوا بالنسبه للمقادير كاس ديال السكر كلاصي، كاس ونص ديال الزيت، شويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، تقدروا تستعملوا ايضا اللوز، 5 ديال الفرماجات، 4 ديال الزبده. وغادي نحتاجوا الدقيق على حسب الخليط وساشي ديال الخميره 8 غرام. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نخدموا الزبده والفرماج والسكر كلاصي. غنبقاو كنخدموها مزيان حتى نحصلوا عليها كريميه بهذا الشكل. من بعد غادي نزيدوا الكاس ونص ديالنا ديال الزيت ونخدموه حتى هو مزيان. دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق، هنايا بالنسبة للدقيق حتى كيتجمع لينا الخليط. هنايا زدت الخمارة وبقيت كنجمع حتى غادي نحصل على واحد العجينة اللي غادي تكون كما كتشوفو رطبة. غادي نقسمها على جوج لأنني أنا هاد الحلوة غادي نخرج منها جوج الأشكال. غادي نقسمها على جوج، غادي نحتفظ بالكرة الأولى وغادي ندوز باش نخدم هاد الكرة اللي كتشوفو ولا هاد النص اللي بقى ليا. غادي نزيد ليه شوية ديال الكاوكاو كيما قلت لكم، تقدروا تضيفوا كاوكاو ولا اللوز اللي يكون محمر ومطحون. وغادي نخلطو مع هاد النص هذا ديال هاد الطحينة. غادي نحاول أنني ندخلو في الخليط، والخليط الاخر غادي نطيبو عادي ومن بعد غادي نديرو في السكر كلاصي. انا هنايا غادي نبدا بالكره الاولى كما كتشوفو، غادي نحاول نقسمها، غادي نبقى ناخذ غير بشويه بشويه باش تجيني سهله. غادي ندير شويه ديال الدقيق وغادي نحاول انني نحربلها غليظه شويه، يعني ما تكونش رقيقه. وغادي نقطعها تكون متساويه، وغادي نقطعها، غادي نحاول انني نقطعها مايله، يعني نميل الموز ونقطع قطع تكون متساويه، يكونوا في حجم واحد باش ما يجيناش شي كبير شي صغير. غادي نستمر بهذه الطريقه، نفس الطريقه غادي ندير بها الكره اللي زدت فيها كاوكاو، وغادي نديرهم في الطاوه ديال الفرن وغادي ندخلوهم يطيبوا على درجه حراره تكون متوسطه حتى كيطيبوا لينا مزيان. ولا بغيتوا تهبطوهم تحمروهم شويه من الفوق تقدروا. كما كتشوفوا هما من بعد ما كيطيبوا راه كيجيو هشاشين بزاف، كيجيو زوينين كيذوبوا في الفم. دابا غادي ناخذ طاوه، غادي ناخذ عفوا حبه، وغادي نبدا كنفندها في السكر كلاصي. هذا بالنسبه للشكل الاول اللي غادي ندير، غادي نفندو في السكر كلاصي. وبالنسبه للشكل الثاني اللي غادي ندير، فانا من بعد ما خرجتها من الفران دهنتها بالناباج وفنتها في الكاوكاو اللي كان بقى ليا، الكاوكاو اللي وريتكم زدتو فيها. ها نتوما كما كتشوفوا من عجينه وحده خرجنا جوج شكيلات زويونين وراقيين. جربوا هاد الحليبه راه كتجي زوينه بزاف وكتذوب في الفم. هكا هي باش نوعوا الطبله ديال العيد ديالنا. هنايا النهايه ديال لا فيديو ديالنا، نتمنى انه يعجبكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.